السلام عليكم، اسعد الله صباحكم بكل خير. كيف الحال يا شباب؟ ان شاء الله طيبين. اليوم حاليا الواحد جوعان صراحه، مهوي تمام. فانا ماشي لمطعم، مكان جميل جدا، مكان فيه انسان راقي، اسلوبه جميل، حتشوفوه بعد شويه. الانسان ده كيف بيتعامل معانا نحن. انا كان معي صديقي، فكان يعني كان تحفه. نحن كان بنمشي المحل ما بس على اساس انه الاكل حلو، لكن هو نفسه انسان طيب، روحه طيبه، روحه دعابيه، يعني يحب الدعابه وكده، مع انه ما بيفهم لغتنا، ما الانجليزي تبعه ضعيف ممكن شويه، بس يعني بيقولوا بالسنس بيفهمك انت شو بتقصد بالضبط، تمام. فانا حاليا طالع من شارع نظام ستريت، خلفي هي دي زي ما شايفين الاول تاون سيتي، تمام. اديكم من نظره، دي الاول تاون، المدخل بتاع الاول تاون سيتي هي باكو هنا. وانا بحتاج اقطع الشارع هنا، يونا نقطع الشارع عشان نمشي للمعلم الاستاذ اللي هو قربانوف. انسان جميل وراغي صراحه، فخلينا هنا نمشي عشان نقطع الستوب. فاليوم الفلوج حيكون عن الاكل، حمشي افطر اشوف شو الطلبات المتوفره عندهم، بعديها نشوف كوب القهوه. فزي ما شايفين ده الممشى، الناس دي بتحب المشي يا جماعه جدا. من الصباح بتلقى الناس دي كلها من بدري مع انه الجو بارد، تمام. من الصباح بتلقى الناس دي كلها متمشيه ماشيه في الشارع، بتحب المشي، بتحب يعني نايم دايما، مزاجي حلو، ناس دي مزاجي حلو شديد، ناس مستمتعين بالاجواء اللي عندهم، ومن حقهم يعني يستمتعوا بالاجواء اللي عندهم، لانه الاجواء دي حرام الواحد يضيعها يكون قاعد في البيت او يكون نايم مثلا او يحس بالكسل، تمام. خلينا نمشي لانه ما بعيد من هنا المحل. شايفين الحسنوات في الشارع، ما شاء الله ما شاء الله، ده مبنى البلديه يا جماعه، هو ما بعيد من الاول تاون، مبنى جميل، مبنى بتحسوه كده متحف، متحف عالمي، تمام. فنحن حاليا قربنا من المحل، انا ماشي للمطعم اللي هو حوريكم اسمه، ايضا اسمه دونير تقريبا، دونير. فاذا انت جيت هنا في باكو في اذربيجان، في رياح صراحه اليوم، في اجواء، في رياح هابه شديده، ما اقدر حتى احس بالبرد، شفت ما اني جعان. فدي البوابه، شايفين ده الشارع الرئيسي اللي هو بوديك للشارع نظام ستريت داخل المدينه، ده مبنى البلديه، وبعديه طوالي الاول تاون. فده المحل ان شاء الله ما يكون مقفلين، اسمه دينر اين. فخلينا ندخل ونشوف الناس اللي موجودين. موجودين الحمد لله. السلام عليكم، ان شاء الله يكون قاعد. بس فود ريدي؟ اوكي كلوز. زي ما شايفين يا جماعه ده المطعم، نحن اكلنا فيه قبل كده اكثر من مره، لكن هذه المره انا حبيت اوريكم بس في الفلوج حيكون عن الاكل في مطعم دينر ان. This the place called dinner in? Dinner? Dinner. Dinner, okay. Where is Gurbanov? Farnoy. Farnoy? Straha. Straha. Are you will come? No. Sabah. Sabah? Sabah. Okay, okay, okay. طيب. Can I move around? Can I move around? Okay, okay, thank you. طيب يا جماعه ده المطبخ. السلام عليكم. هلو. السلام عليكم. السلام. هاو يو جود. شايفين دي محل تقطيع اللحمه يا جماعه، دي الوجبه، ده سر المهنه هنا، يعني بيظبطوا لك لحمه كده وفيها طعم. خلينا بس نطلب وننتظر الدور. شايفين ده خبز بيتم تقطيعه وبيعطوك اياه. What is the name? Skandar. 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 Come with meat, right? With meat. Meat. Okay. شايفين الخبز هذا بيكون تحت، بعدين بيجيبوا اللحم اللي فوق له، بيكون في صوص كده، وده الخبز الطبيعي يعني، لأنه ممكن تاكله باللحم. بإسكندر، right?
اوكي وده محل خبز التندور تندور فود ها تندور اوكي زي ما شايفين ده محل التندور اوكي واو very nice man very good thank you شايفين طيب خلينا نقعد ونطلب نشوف لانه بسم الله طيب يا جماعه هو للاسف انا كان حبيت اوريكم او حبينا نقابل الاخ اللي هو قربانوف هو انسان طيب جدا وانسان يعني راقي باسلوبه ما بتحس انه ده يعني ده انسان ويتر تمام يعني شخص شغال بس يعني بوصل لك الطلبات ولا شيء يس عرفته فيعني ما شاء الله لكن ممكن في زياره ثانيه انا ممكن اقابله وحيكون اضافه للبلوج ده نفسه تمام فحاليا خلينا نطلب ونشوف شو المتوفر عندهم حوريكم ايضا سعر الوجبه هنا بكم اذا انت جيت ما محتاج تحتار في وين ممكن تاكل هو ما بعيد صراحة إذا أنت قاعد وسط المدينة هنا ممكن تمشي بكرعينك يعني حاليا أنا جاي من الهوستل يعني مشي ممكن 5 دقائق أو 10 دقائق دي فرصة جميلة صراحة من الصباح إنك تتمشى إذا أنت إنسان يعني بتكون جاي من الصباح الجو بارد وكده كسلان فبتتمشى يعني فرصة جميلة لحد ما تحصل المطعم هنا بتاكل بعشير بتاخد لك كوباية قهوة حنمشي عليها أيضا حوريكم الإنسانة برضو جميلة جدا الإنسان النازل يا جماعة صراحة كلهم ناس حلوين وجميلين ولطيفين إنسان ظريف أيضا بتصنع اللي هي كوب القهوة يعني أنت لو شفتها ما بتقول البنت دي شغالة في كوفي شوب مع إنه كوفي شوب مصغر كده فيه كل العائلة يشتغلوا مع بعض فحوريكم كيفية انه كيف تاخذ قهوه من هناك ايضا تمام وحاليا خلينا نطلب ساندويتش شايفين دي الطلبات اللي هو ديسموند تومبيك دونير تومبيك دونير ده يعني لحم بقر تمام هنا بيحسبوك بالجرام يا جماعه الشيء الكويس البلد يعني 70 جرام تطلع معاك بخمسة منات وخمسين أزن كده والمية وعشرين بتسعة منات المية وعشرين دي صدقوني يعني انت لو اكلتها خلاص ما محتاج يعني لو فطرت ما محتاج تفطر ولو اتغديت ما محتاج تتعشى يعني وجبة ما شاء الله دسمة دي السندويتش خلينا نشوف بقية الطلبات عندهم اكتر من السندويتش صراحة اكتر من شكل السندويتش نفسه لكن عندهم الوجبة الخطيرة جدا اللي هي دي ايوه اللي هي دي شايفين المية جرام ب15 لكن صدقني المية جرام انت لو اكلتها يعني ما شاء الله حدث ولا حرج في موضوع الشبع حتستمتع انت بالوجبة لانها وجبة حلوة وجميلة 100 جرام نحن ممكن نطلب 100 جرام ممكن نطلب 100 جرام لانه السندويتش ال 80 جرام لا وين هو 70 جرام ب5 وال120 ب9 طيب انا افضل اطلب الوجبه دي كامله خلينا ننتظر شوف الشخص اللي هذول الشباب اللي يشتغلوا هنا انا حاطلب هذه اطلب هذه وجبة صراحة ما بعدها وجبة يعني انت ما حتاكل مرتين اصلا لو طلبت الوجبة دي طيب يلا بينا التشيكن ما جربت التشيكن صراحة قبل كده ده تشيكن هو نفس الستايل تمام بس خلينا نشوف ممكن نطلب التشيكن ممكن بس انا احب اللحم صراحة البقر وزي ما شايفين حاليا وصلت الوجبة الدسمة معها الخبز نص لطاف دي اسمها اسكندر يا جماعه اسكندر دي ده روب زبادي ده اللي هو فرايز فريش فرايز اللي هو البطاطا دي سبايسي شوفوها كبيره كيف السبايسي هذه طماطم دي بتقليبه تحت
فيها اشياء ما شاء الله. هاي تخيلوا الطعم يا جماعه عامل كيف. فدي اسكندر تقريبا 15 منات، دي بتعادل يعني 30 حاجه كده، 32 درهم. السلطه طبعا بتكون كومبلمنتري ده معها الخبز، كان تقدر تاكلها بالخبز. فيلا بينا خلينا نجرب. خلينا نجرب ونديكم التست عامل كيف. انا اتضور جوعا صراحة، وجبة مجنونة بس مع ديل كده. كمان تديها شوية جزر او خضار. اي يا فهمني؟ دحين تعمل بقى سؤال للحاجة الدسمة دي بعد كل لقمة، فأنت شنو لازم تديها سلطة. عندهم هنا تشيلي، يا الله ربع التشيلي جود ما. طبعا الايس تي هنا طبعا مشهوره يا ناس، فلان الناس بتستخدم عندهم نشاط وحيويه لانه هم بيشربوا الايس تي هنا كثير. هو متوفر بكثره وما غالي يعني، تقريبا ده بمنات ونص يعني، منات او 2 منات ممكن نقول، في بعض الاماكن بيبيعوا في 2 منات، فماشي غالي يعني. ممكن مع الوجبه الدسمه دي كده بيطلع معاك بسعر مناسب، وانت بنفس اللحظه بتطلع شنو؟ متكيف يا معلم، تطلع مبسوط. خلينا ناكل ونرجع لكم لان حاليا جيعان صراحه. طيب فاميليا، حاليا خلصنا من الوجبه الدسمه حقتنا، طلعنا الحساب طلع كله اللي هي 18 منات. 18 منات يعني بتعمل لها اوكي. سوري سوري حبيبي، سوري برادر، برادر وي كيب يو ليت، وي كيب يو ويت، سوري ويت نوت ليت. طيب 18 منات صراحة ما مبلغ كبير بالنسبة للوجبة الوجبة اللي انا اكلتها معاها اللي هو زي ما شايفين ايس تي، فسعر ممتاز صراحة مقارنة ب انا حقه اشتري لي لا ما من هنا، امشي السوق برا فهناك بيكون ارخص شوية من هنا، لان دي بتحس بقى كده كأنها مول مول، بيعطوك سعر بتاع السياح مش سعر سعر المواطن العادي او المحلي. طيب كيفة ومليانة مزهريات ما شاء الله ما عدا ورق الشجر، تاني غير كده ما في اي شيء بخلي الحتة تكون وسخانة. تمام هلو جايز. ده تقريبا بيبقى شجر النيم، لكن جزء منه ما متأكد ده ولا واحد تاني، جزء منه اللي هو زيتون يا جماعة. حتى الناس دي حتى شجرهم في الشارع. طيب خليك من ال خليك من ال هم نفسهم، انتوا شايفين طبعا الصورة مدياكم المنظر بشكل عامل بشكل كامل، بس الزيتون والتفاح والرمان، يعني بتحس انه الآية آية التين والزيتون وطور سنين، بس ما عدا طور سنين يعني، التين والزيتون بتحس بقى نزلت هنا استغفر الله العظيم، لكن سبحان الله الزيتون والرمان موجود على ارض الواقع. يعني شوف دولة فيها طيبات زي ده، سي ده عنب، ده عنب شايفين دي شجرة متعلقة في البيت، دي عنب شايفين، عنب زيتون رمان تفاح، والله العظيم يا جماعة قايم كده
يعني على الطرقات، حتى ما يعني ما اظن يكون زارعينه حتى. اسيدي دي زيتون، زيتون نعم. دي ممكن تكون تفاح، ممكن تكون تفاح. ايوه هذه تفاح، شايفين هذه تفاحة. طيب انا حاليا مركت ماشي، عايز ادخل الاول تاون من الناحية الثانية اللي هي في ناحية كده فيها المحطة تبع القطار، تمام؟ زي ما شايفين ده الباص، الباص الجميل، الباص الوردي. المدينة كلها وردية وخضرة، يا الله. حتى الناس دي حتى في الالوان بيعرفوا بيختاروا كويس، يعني الوانهم ما الوان الالوان اللي بتكون شاذة شديد ديك، لا الوان بتسر الناظرين، يعني بتخليك انت تستمتع وانت ماشي بتشوف للاشياء بتستمتع بها، سبحان الله. حاليا في الوقت ده بالذات، يعني اليوم 10 سبتمبر، فدرجة الحرارة او الجو بقى يقلب للشتاء، يعني الاجواء حاليا بقت شتوية. بتشوف الناس اغلبيتهم لابسين الكوت تبعهم اللي هو الجاكيت تبع، بيكون دافي شوية، لكن انا تقريبا الوحيد اللي لابس فانيلا ومستهتر بالجو، لكن يبدو انه في الايام الجاية حاضطر البس او اشتري جاكيت، تمام؟ لان الاجواء الله اعلم حقدر استعملها. وشايفين زي ديل، سيديل لابسين جاكيت، واكتر من كده يعني تلقى ناس لابسين جاكيت او الهودي. خلينا ننزل بالمترو عشان نطلع بالشارع الثاني، الناحية الثانية هذيك، نمشي نشوف لو نقدر نشتري بطاقة تبع الباص، لأن عايز أوريكم أيضا تجربة الباص كيف ممكن تقدر تستخدم الباص. فهذا يا جماعة في الـ في الـ السلام عليكم، دي بتبيع عطور هنا زي ما شايفين، ده في الأندر جراوندز، في أسواق أو في أماكن صغيرة جدا بيبيعوا فيها الأشياء المحلية واليدوية، كثير من الأكسسوارز، تمام؟ فأنا بدل أشرب كوفي حاجة سخنة بشرب آيس تي، مجنون صح؟ والجو بارد شديد يعني، الله يسلج. خلينا نشوف هنا إذا بنقدر نلقى لنا، شايف الحاج ده؟ يبدو إنه ده اللي بسمى نظامي باسمه، محل اسمه نظامي ستريت اللي هو الشارع الثاني بنظامي. فما عارف، خلينا ندخل نشوف هنا. ده المحطة تبع المترو تبعهم اللي هو اسمه باكي متروبوليتاني. والله طيب يا جماعة، أنا دخلت حاليا ده اسمه متروبوليتانو، بتحس بإنه ملعب أتلتيكو مدريد يا جماعة. فأنا حاولت أشتري تذكرة، أول شيء وقفوني قالوا لي إنه ممنوع التصوير، وطلبوا مني إنه أحذف الفيديو. أنا كنت بصور يعني ما أقدر بالكاميرا أحذف الفيديو، تمام؟ فقلت له خلاص ما فيش مشكلة، أنا وعدت إنه يعني ما حخلي حقطع المشهد ده، امسح المشهد ده اللي هو انا منه جيت داخل على البوابه تبع المترو، تمام؟ فقال لي اوكي ما فيش مشكله، لحسن الحظ انه لقيت واحد بيتكلم انجليزي، فده هو اللي انقذني يعني من الموضوع. قال له خلاص ما فيش مشكله، هو بيحذفه، فقال لي اوكي تمام. دخلت جوا عشان اشتري الكارت اللي هو الباص كارد، او اللي هي زي عندنا بطاقة نول، تمام؟ الناس اللي عايشين في دبي بيكونوا عارفين الحاجة دي. عندنا زي بطاقة نول كده هنا، تشتريها ب 2 مانات اللي هي 2 مانات العملة المحلية، تمام؟ بعدين بتشحنها ب 1 مانات تقريبا حسب الرحلة. زي ما شايفين دي برضو واحدة من ال، فللأسف أنا ما كان عندي فكة صراحة، كان عندي ما عندي اكسشينج، عندي 100 مانات فقط. فممكن المرة الجاية في الأيام اللي أنا موجود فيها هنا دي أجي أشتري البطاقة وأجرب أو آخذ تجربة الباص أيضا اللي هو المواصلات الثانية هنا في البلد. فده واحد من المعالم البارزة جدا. خلينا نشوف شو اسمه هو. اسمه The Master of Gazelles and Start a Pottery Designation Distinguished Man for Art 1943.
أو شايفين ده التاريخ صراحة. Grid was printed in 19. يبدو إنه واحد من الأشخاص المشهورين أو الناس المشهورين في المدينة هنا من معالم المدينة. تمام، فلحد هنا أشوفكم في فلوج جديد، فيديو جديد يا جماعة إن شاء الله. ما تنسوا تعملوا اللايك والشير والاشتراك في القناة، ده شيء بيساعدنا كثير إنه نقدر نديكم مناظر أو معالم كثيرة جدا بالمدينة هنا في باكو أول سيتي. الناس كلها بتكون متحمسة إن أنا عايز أشوف الكاميرا، أصر في الكاميرا، فبتلقى ابتسامة باينة صراحة على وجوههم. فيلا بينا نشوفكم في فيديو قادم، مع السلامة، تشاو. بيعمل شاي. What is this bro? Chai. Really? Oh, is that in a traditional way? Is Azerbaijani chai? Wow, nice man. زي ما شايفين يا جماعة، شايفين هم بيعملوا الشاي هنا كيف بهالطريقة؟ تحسبوه كده في القرن كده 18، ناس قدام شديد. ده شجرة طلع. This wood, right? Wood. Use it for to burn the tea. Oh, nice, nice. Here inside, you sell here? Okay. طيب هم بجهز الشاي هنا برا زي ما شايفين بالطريقة التقليدية. بعدين بتدخل هنا يعني بيقدموا لك بالطريقة العلمية. تمام. فشيء جميل صراحة. السلام عليكم. إيه دي الطواقي. طواقي محلية. شايفين الشباب؟ الشجرة دي زيتون. زيتون نعم، زي ما شايفين. دي الكاربت، هم مشهورين بالكاربت. السلام عليكم، كيف الحال؟ مشهورين بالكاربت اللي هي سوري؟ سوفينيرز. يا؟ يا؟ اوكي. جود. اوكي، جود جود. But maybe I'll buy next time because I need to buy some souvenirs. Yes, like your Sibha. Yeah, Sibha, have, right? We have also a lot of exemplars. Okay. Yeah, maybe I'll come next time and also we show the show, yeah? Yeah, waiting. All right, thank you so much. Have a good evening too.